خلص هدوء هدوء يلي بيحكي بيموت بياكل طاقية ابو مسعود فيها عسل ودودة. مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ شاطكم كثير منيح وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد بلعبة جراني الجزء الثاني. الجزء الثاني واللي هو بقصد انه اللعبة الجزء الثاني، مثل ما بتعرفوا جراني جوزت، نزلت سابقا عندنا حلقة. اذا ما شفتوا هديك الحلقة بعد ما تخلصوا هي روحوا شوفوها كثير حلوة. وهلا رح نبلش نحن انه نحاول نهرب من بيت جراني والجد جوزة لجراني، حاول نهرب منهم اثنيناتهم، ولكن الصراحة المهمة شوي صعبة لانه هن اثنيناتهم ضد واحد. ما بعرف صراحة شو رح يصير معنا اليوم، دعوا لي. شو كمان ايه، ولا تنسوا انكم تشتركوا تحت بالقناة وتضغطوا زر اللايك وتفعلوا زر الاشعارات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد الي عندكم. لا تنسوا كمان انكم تشتركوا بالانستغرام تبعي، تعملوا لي فولو هنيك. وبس خليكم هلا مع الفيديو. سبسكرايب يا غنيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الاول، بسم الله، دعوا لي يا جماعة دعوا لي، صعب الصراحة والله صعب، 2-1. يلا 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 قوي قلبك يلا. هدي شو بس السنسيفيتي. حاسة في شي غلط بالإعدادات يا جماعة. لحظة، الإعدادات السنسيفيتي، أيوة هيك. رح شوف هون، ما في شي. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، لازم ضل قفل للباب. أنت اللي سيو، الله يخرب بيتك إلهي. وين بدي فوت؟ بيقوم ما بيقدروا يفوتوا، عرفتوا شلون؟ طيب رح استخدمه هذا كثير منيح. بحس اذا بدي اطلع بده يكون غلط الموضوع. لا مو غلط، لا تخاف يا رمروم. شو في؟ روح ببوس ايديكم يا حبيبي. لا لا تروح بعيد. أيوة روح وين ما بدك يا حبيبي، وتعال لي تعال لي حبيبي. تعي يا عمري. شوت يا مسكينة يا عمري. بعديني بس لو سمحتي لأرجع أخذ. ما إيشي جوزك ان شاء الله بعد ما كنتي تجوزتي ضروري تتجوزي. طب موتناكي قتل بهديكي قبل. صار بدها تتجوز وصار معي الصرامي. وينها؟ وينها؟ حل عني، ببوس ايدك ببوس ايدك تحل عني. ايوه شاطر، اوعك تقرب صبي والله العظيم لحتى لحق جنب مرتك. ايوه ما بنمزح معي انا. بودكي بودكي حلو مو بطل. اي نيد مدري شو كي. لك ضحكت عندي عباب مسلخ. ايوه سكر يا رمروم. كان بدنا هي لهي. وين صرنا؟ تتخبى ببوس ايدك. ولا حرف ولا حرف، خلوني ركز بس افهم هو وين مقصوف الرقبة. رح اطلع. في شي يعدموني اياكم. ما في شي. ياهم علالي ما في شي.
بوابة، في حدا بيطلع أصوات الكرم روم. طول بالك وهدي بس، انت ما تعصب، اهم شيء قولي. اها والله العظيم اني انا شخص كتير منيح، بس انت بتسيقولي دائما الظن، انت دائما بتسيقولي الظن وحبسيني بالبيت. الله لا يوفقكم الهي. هذا الاخطبوط المعفن، ما في مكان تاني اتخبى فيه الصراحة، يا رب ما يجوا لهون. هدي ريما هدي، لا تكوني جبانة، هلا هو بيطلع لفوق وانت بتطلعي وتدوري على باقي الاغراض. فتحوا نازلين لي، نازلين لي، نازلين لي. قتلك قتلك الهي، ان شاء الله بتموتي وبتروحي قتل يا رب. طب وين بدي اتخبى، وين وين؟ راح اليوم الاول منا وطار وحلق بالبراري. خلص 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 عن جد خلص، انا هلا بدي اطلع اقوي قلبي، ما بيهمني تروحوا. اصلا كان في هذا تبع الكهرباء، وين بدي كهرباء واحد فيها ما بيمشي الحال، لانه الحيط الحيط ويا رب السترة. شوت بعد لي لك، بس اعطيني القطعة جاية مرتك. فيني اخذ هذا الشيء؟ لا يوفقكم اليوم الثالث، يخرب بيتكم جزارين اثنين على واحد. طيب شو هذا الصوت؟ شوت شوت لك، والله عملت لك شوت قبل ما انت تضربني. لا هذا ما، والله العظيم عملت له شوت قبل. داي الرابع، انه مش منطق يا جماعة، مش منطق. رح وقف هون وضل ساكتة وانطر حدا فيهم يطلع، رح انطر واحد فيهم ينعمل له شوت، يجي لهون ينعمل له شوت، بنزل فورا لتحت، بيجي الثاني بعمل له شوت ورا. عرفتوا؟ والله هاي الشوت من نصيبك يا عمري. شوت اعطيني بس. لا موها والله العظيم موها، انا كنت بمزح. هون كنت انا فيني اقفل الباب، وين هي الزفته تبع اقفل الباب؟ رح اتخبى رح اتخبى، ما دخلني، مع انه والله كان لازم دور بهذا الوقت على اغراض. A few moments later. تكوين الباب، والله هي متاهه مو بابو. من هون باب، لا هذا باب الابو. من هون الله وكيلكم، طولوا بالكم، رح حاول انا بس هيك القي نظرة على كم شغلة. والله انا على السريع يعني ما باخذ وقت. مامي مدري شو اوكي عرفت وين الاشياء كلها توضحت لي الامور. في ممر سري، شو الشدة؟ نحن مالنا هون، نحن مالنا هون. بدها ترجع. بدها ترجع يا الله. انا شو كنت ملاقية هون؟ عم لاقيها. خدرته لجوزك، تعالي انتي لتحت، تعالي لك انزلي، خدرته لجوزك. عم تضحكي يا حمارة. يا خلص هدوء هدوء، يلي بيحكي بيموت بياكل طاقية ابو مسعود فيها عسل ودودة. طيب طيب طيب، رح خليها تلف وراي. تعالي 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 تعالي، بكون انا بوقتها اخذت المخدر وخدرتها لإلها هي كمان. عرفتوا شو الترتيب؟ عرفتوا بظن ما هيك؟ الله بسرعه.
هذا هو الترتيب. لك تعي. تعي. شوت. هذا هو الحكي نلعو. يقطع عمرك على عمره. المهم اشياء بدنا كلها تبع الابو بدنا نزتها. معنا دقيقتين. انزت كل الاشياء بالابو. كلياتها بالابو. عرفتوا شو الترتيب؟ الترتيب كالتالي. كل شيء بالابو. دروب. على السريع. جيب باقي الاغراض، فتش البيت كلياته، رمروم. بعدوني. وين لقيت اغراض؟ هون في شيء؟ ما في شيء. طب يلا. هون كان في شيء مزبوط. لك مفتوح. اوكي 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 اوكي. لازم ننزله لتحت. صار الوقت اني اخذ الجهاز بعتقد، لانه واحد فيهم رح يفيق اكيد. لانه واحد فيهم شو؟ اكيد رح يفيق، فلازمنا الجهاز الصراحه. بعتقد الاب رح يفيق قبل جوزة. ليه؟ لانه نيمته قبله. لازم ضل حامية حالي انا. شوت! بما انك سيمي! هذا هو الحكي. بعد لي شوي، خليني اخذ هذا المفتاح. اوه هذا مفتاح شو؟ والله ما عرفت مفتاح شو. لازم شيل هاي ضروري. لكن شالي. كيف بدي شيلها؟ وعلى حدا يقرب، والله بوشه. مبدئيا ما في حدا. لك يلا. اوه وعو كتير منيح. آه لا يا الله يا حقيرة، ما شفتك، كان لازم اعمل له شوت قبل. The last day. بسيطة بسيطة بسيطة، معني جمعت كل شيء، كل شيء تقريبا جمعته يا جماعة الخير، عرفت افتح كل شيء. لقيت كتير مفاتيح يا عالم، كتير لقيت مفاتيح. في معي مفتاح بعرف من شو هو. لا ما احقر هالمنطقة اللي حاطه فيها الهي. بدي اضطر ادعس. الله لا يوفقك، تنتين بواحد. خسرنا خسرنا، مع اني كنت مجمعة كل الاغراض. يا الله لا، حطتني عند العنكبوت. الله لا يوفق، انزلتوني عند العنكبوت. اكلني السرطعون، مدري العنكبوت، مدري الاخطبوط اللي بقلب المجاري تبعهم يقطع عمرهم. صراحة كتير صعب اللعبة، 2-1 2-1. يعني حاولت الموضوع، خدرت الاول خدرت الثاني خدرت الاول خدرت الثاني، بس العمش شي بيجلط الصراحة يا جماعة. المهم كهربناهم اليوم بما فيه الكفاية، الاول والثاني والاول والثاني والاول والثاني. صح قتلوني اخر شيء بس كهربته. فبتمنى تكونوا استمتعتوا معي بهذا الفيديو. لا تنسوا انه تحطوا لايك كبير لهذا الفيديو، لان صراحة هلكت فيه لهذا الفيديو، عن جد قعدت على اعصابي. حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، بشوفكم بالحلقة الجاية. باي.